انت ما كتعرفوهم هو والو دير لك هاد الحاله. ما تعرفوش شحال كتديك تليفون بسطام ولا شي كتشري تليفون؟ التليفون في في البوشيطه لاكار لاكار ناسيونال ديالك. مشاهدي قناة شوف تي في اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. شاب تعرض للسرقة ومن اللي دار شي كاية بهاد الشفار اللي شفرو ولا كتلقى تهديدات مع عند صديقة ديال هاد الشفار ولا كتقول ليه يا حي هاد الشكاية يا غنخسرك في وجهك. وهاد الشيء اللي ولا خلاه مابقاش يقدر يخرج للزنقة بأريحية ديالو بحكم أنه ما كيعرفش هاد الشفار هذا ما عندوش علاقة به يعني غير هو ديز من طريق جاكريساه يعني علاش هاد المشاكل كاملة الله أعلم يعني تفاصيل كبيرة غادي نعرفوا في هاد اللايف هذا ونرجع لكم من بعد. هاك أخويا العزيز عاود لنا أخويا شنو وقع لك بالضبط؟ دابا أنا كنت راكب في الطاكسي الطاكسي حطني حدا الشطيبة معاه هو كنت تنهضر في التليفون داه ليا من ودني مي فاتني دار وضحك شي بوجو تعرف عرفته من مشيت للدار تن ممكن بغات تجبدوا ليا قال لها مرحبا قالت لي فين تسكن قال لها تنسكن في حي محمدي من صيفطنا تصاور الدراري صحابي قال لي هذا ولد الديوانه ومصور في الصالون تيعرفوه الدراري هو معروف هذيك البلاصه شكون هو ومعروف شفار هاكا ماشي ما معروفش عطيتي الهويه ديالو عطيت الهويه ديالو البوس وقيدوا السير ديال الفيسبوك ديالو وقيدوا العنوان قيدوا الحي محمدي ديالو ديال الدار ديالو وخدموا معايا السلطات الصراحه ديال 25 وشنو وقع من بعد كيفاش القضيه ديال تخسر في وجهه هذيك الدريه ما فهمتهاش اول مره غنشوفها كنت نستاسيون في الطروبين جا دقات عليا في الدجاجه حدا البنكه ديال 10 مارس جا دقات عليا في الدجاجه قالت لي هود الدجاج مي هود الدجاجه قالت لي نجلس حداك قلت لها فين تنعرفك تجلسي حدايا هي بدات تعير فيا بكلام فاحش هكاك مي هو تعدى من الطروبين قالت لي الا ما حيديتش الشكايه نخسرك انا وليت نخاف من هاد التخساره ديال الوجه ولا شي دابا انت مخلوع ما عارفش واقع خسرك في وجهك شنو درتي صافي مشيت في حالي حضرت راسي اش غندار مع مرا ما ديكلاريتيش بها غالبا ديكلاريتيش بها البارح شنو قالوا لك البوليس ما ديكلاريتيش قالوا لي كان عندك تشنق عليها قلت لهم مرا تغلبني نساق نكون مظلوم ولا ظالم ما هما قال شي خليها ودابا انت شنو غدير دابا ملي غتبقى غادي مهدد بحال ما كتقدر تضرب راسك ولا شي حاجه حبست الخدمه تيتشد واش خدام انت تنغني مغني هاد السيد هذا اللي شفرك ما سبقش لك شي وقع لك شي مشكل معاه شي مره ولا لا اول مره غنشوفه هذيك هي انا قلت غيكونوا اعداء النجاح شو هما اعداء النجاح زعما يكون شي فنان حرش عليا تكملها على الفنان اللي عندي في الواتساب مع خالتي مع الوالده على الفنانه واخا هاد التليفون اللي داك شنو الحلقه ما ديروش شنو التليفون 38 انفينيكس انفينيكس الاخر شنو كان في التليفون خا؟ شنو سمعت التليفون؟ لاكارت ناسيونال وقف عليك ولا دار لك شفتي بالحب لا ما جبتش الموس دار لي التليفون من ودني ما تبعتيش حتى ديك الساعه ما والو لا غوتي ولا ما غوتش الناس شافوه اللي تماك حدا شطيبة ديك النهار شي في البلاصه هذيك النهار شي في البلاصه ب 25 تقريبا قلتي فوقاش وقع هادشي نهار 15 10 شنو بغيتي دابا من السلطات دابا؟ انا بغيت نوجه رساله للسي الحموشو لسيدنا الله ينصرو الله يشافيه نينا ياخذوا لي حقي حاش هاد السيد طغى بزاف انا ماشي تري شافرك بزاف ها؟ ماشي تري غيشافرك بزاف الناس غيكون شافر بزاف الناس حاش السو ها؟ لا تيجيو البوليس شنو المنطقه قلتي هي تكريسي؟ حدا الشطيبه شنو متابعه سيدي عثمانيه؟ تابعه العمل من المسيك بالمسيك الامن الوطني تماك دخل معك في الصلاه كلشي دخل معايا 25 كامله وسامح اللي في الدائره باقي دابا انت كتمشى في الزنقه وهاز التليفون فيك لا تنبغي نهضر ولكن خطرت البال مره وليت ترد البال ما تبقاش غادي التليفون هاو السيد هذا اللي 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 قريته تسمح لي ولا ما تسمحش لي؟ ما نسمحش لي حاش طغى بزاف شكرا بزاف الكلمه الاخر ديالي بغيتهم يديروا شي اجراءات على الشفاره يقصحوا معاهم الحكم خاصهم شي فصل اكثر من الفصل 507